بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب فيكم أعزائي الطلبة في مجموعة المواد التجارية للصف الثاني ثانوي. مقررنا اليوم مقرر تأمين 211. بنشرح اليوم موضوع في الوحدة الثانية، وهو كيفية احتساب أقساط التأمين للمركبات بنوعيه الطرف الثالث والتأمين الشامل. أهداف درسنا لليوم معرفة خطوات التأمين وإجراءاته، فهم جدول حساب أقساط تأمين المركبات، التطبيق على كيفية احتساب أقساط تأمين المركبات. في دروس الوحدة الثانية تعرفنا على خطوات التأمين وإجراءاته، وقلنا هما 5 خطوات. الخطوة الأولى تقديم طلب التأمين، الكشف والمعاينة، حساب قسط التأمين، إصدار وثيقة التأمين، وآخر شيء المطالبة والتعويض. اليوم إن شاء الله درسنا بيكون عن الخطوة الثالثة في خطوات التأمين وإجراءاته، اللي هي حساب قسط التأمين بنوعيه. بناخذ حساب قسط التأمين للمركبات المؤمنة تأمين طرف ثالث، اللي هو المسؤولية المدنية، وبناخذ احتساب قسط التأمين للمركبات المؤمنة تأمين شامل. في البداية خلونا نتعرف على قسط التأمين. قسط التأمين هو مقدار المبلغ النقدي الذي يلتزم بدفعه طالب التأمين أكيد لشركة التأمين، أو نقول هي المؤمن، وطالب التأمين في هذه الحالة يسمونه المؤمن له، مقابل تحملها خطر معين ويدفع على صورة أقساط أو دفعة واحدة. درسنا اليوم بيتكلم عن خطر معين نقوم بالتأمين ضده، وهو درسنا على خطر حوادث السيارات. وبنتكلم عن النوعين، الشامل والطرف الثالث. في مملكة البحرين تأمين الطرف الثالث هو تأمين إجباري على كل السواق عمل تأمين طرف ثالث لكل مركبة يمتلكها. أما التأمين الشامل هو تأمين اختياري في مملكة البحرين. في البداية خلينا نلخص طريقة حساب قسط التأمين بطريقة مبسطة. خلينا نقول لدينا شخص خائف من خطر عمل حادث في سيارته، فيذهب إلى شركة التأمين. شركة التأمين بدورها تقوم بدراسة هذا الخطر، هل هو قابل للتأمين أم غير قابل للتأمين؟ إذا كان الخطر قابل للتأمين تقوم ببداية حساب القسط. طبعاً من الذي وضع قوانين حساب أقساط التأمين؟ هم الاكتواريون. والآن أصبحت العملية حساب الأقساط سهلة وسلسة أكثر بالاستعانة ببرامج الحاسوب، حيث أن برامج الحاسوب تكون دقيقة أكثر وسريعة في احتساب الأقساط. لدينا نوعين من الأقساط، لدينا أقساط أو تأمين قصير المدى ويدفع في أقل من سنة أو سنة كاملة، وهو نفس أقساط الحوادث أو حوادث السيارات، ولدينا التأمين طويل المدى والذي يدفع لأكثر من سنة مثل تأمين الحياة، والزبون له الحرية في دفعه بشكل شهري أو سنوي أو دفعة واحدة. ثم يقوم العميل بتسديد القسط الأول، وبالتالي يثبت وثيقة التأمين. طبعا شركات التأمين في مملكة البحرين كثيرة، وكل شركة تقوم بتقديم مميزات لجذب الزبائن وللتنافس في سوق العمل. في البداية بنتعلم طريقة احتساب قسط تأمين الطرف الثالث اللي هو المسؤولية المدنية للمركبات. فأول شيء بنتعلم بس حساب أقساط تأمين الطرف الثالث. بالرجوع للكتاب المدرسي صفحة 59 بنلاقي هذه الجدول والملاحظات. طبعا هاي الجدول والملاحظات اللي تحتها لا تحفظ، في الامتحان إن شاء الله راح ترفق مع ورقة الامتحان، فالطالب اللي عليه يعرف أنه هو بس يفهم الجدول اللي عندنا هني والملاحظات اللي تحت الجدول، وفي الامتحان راح يطبقها بطريقة مباشرة في المسائل. أما هاي الجدول والملاحظات كامل راح يكون مرفق في ورقة الامتحان.
نبتدي بجدول حساب الأقساط لتأمين المركبات. عندنا ذي الجدول يبين الأقساط السنوية اللي ندفعها حق الطرف الثالث لما إني ينأمن تأمين طرف الثالث. طبعا في ذي الجدول عندنا أول خانة، هني خانة أنواع السيارات. عندي أنا سيارات خاصة، سيارات الأجرة، سيارات التأجير مع سائق أو بدون سائق، سيارات تعليم السياقة، الحافلات العامة، وعندنا سيارات النقل والشاحنات. في ذي الجهة من الجدول عندنا سعة محرك السيارة. طبعا عندنا ثلاث أنواع من سعة المحرك. عندنا المحرك اللي سعته 2200 سي سي أو أقل، وعندنا المحرك اللي سعته من 2201 إلى 3650 سي سي، وعندنا المحركات اللي سعتها 3651 وأكثر. طبعاً إني حق ذي الجدول مفروض نفهم طريقة استخراج القسط من هذا الجدول. مثلاً السيارات الخاصة اللي سعة محركها 2200 سي سي أو أقل بيكون القسط السنوي مالهم 59 دينار. مثلاً سيارات تعليم السياقة لما تكون السيارة سعتها 3600 سي سي مثلاً بيكون القسط اللي ندفعه السنوي 79 دينار وهكذا. الجدول بعد يبين لي حساب أقساط الدراجات النارية لأن هي بعد تعتبر من المركبات. عندي نوعين من الدراجات النارية، الدراجات الخاصة والدراجات العامة، وعندي نفس الشيء هني تقسيم سعة المحرك خاص بالدراجات النارية اللي أقل من 250 سي سي، من 251 سي سي إلى 400 سي سي، من 401 سي سي إلى 700 سي سي، وعندي هني 750 سي سي وأكثر. وطبعاً كل واحد ونوع المركبة وسعة المحرك مالها أنا أقدر أستخرج القسط من هذا الجدول. خلنا نأخذ مثال ونشوف طريقة الحل باستخدام الجدول. طبعاً أريد أذكر أن ذي الجدول يكون مرفق في ورقة الامتحان والطالب لا يطالب بحفظه. خلنا نأخذ أول مثال وهو مثال مباشر وسهل. احسب قسط التأمين للطرف الثالث. طبعا لازم اتاكد ان انا قاعده اشتغل على مساله طرف ثالث مو تأمين شامل. فهني انا ذكر لي ان هي طرف ثالث ونوع المركبه هي سياره خاصه، ولازم يذكر لي سعه المحرك مالها. في ذي المثال انا عندي السعه 2400 سي سي. خليني نشوف على الجدول. عندي انا سياره خاصه، هني عندي السيارات الخاصه، سعه المحرك 2400 سي سي يعني بيكون في هاي الخانة، والسيارات الخاصة يعني بيكون القسط 71 دينار. فالجواب القسط السنوي يساوي 71 دينار استخرجناه من الجدول. ناخذ مثال ثاني على طريقة استخدامنا للجدول. نبي نحسب قسط التأمين للطرف الثالث حق سيارة أجرة هالمرة وسعة المحرك مالها 2200 سي سي. أي حق الجدول عندي هني خانة سيارات الأجرة وسعة المحرك 2200 سي سي، فبيكون القسط السنوي اللي بيدفع السائق 97 دينار. فالجواب القسط السنوي يساوي 97 دينار. ناخذ بعد مثال على طريقة استخدام الجدول. بعد قاعدين نحسب قسط تأمين الطرف الثالث لسيارة تعليم سياقة سعة المحرك مالها 3700 سي سي. أي حق تعليم السياقة وسيارات تعليم السياقة بيكونون في هاي الخانة، وعندي سعة المحرك 3700 سي سي يعني بيكون ضمن هذه الخانة، فبيكون القسط 88 دينار. فالقسط السنوي يساوي 88 دينار. بذي الطريقة نكون تعلمنا شلون نطلع البيانات من الجدول. لكن احنا قلنا الصفحة ذي فيها بعد ملاحظات، فحين بنتكلم عن الملاحظات واحدة واحدة بالتفصيل. بنتكلم الحين عن الملاحظة الأولى. عندنا يضاف إلى قيمة قسط تأمين الطرف الثالث المسؤولية المدنية اللي هو النسب التالية. أنا من أشوف كلمة يضاف أعرف أن العملية هي إضافة، يعني زيادة على قسط التأمين
الطرف الثالث اللي استخرجناه من الجدول. فكلمة يضاف معناها إضافة أو زيادة على قسط التأمين. قسط التأمين أنا من وين أجيبه؟ أجيبه من الجدول اللي شرحناه من شوي. طبعا أنا أستخرج أول شيء القيمة من الجدول وبعدين بضيف عليها على حسب الحالة اللي عندي. قايلين لك 25% إضافة على قيمة القسط إذا كان عمر السائق أقل من 25 سنة. بتنضاف زيادة على قسط التأمين 50% زيادة إذا كان نوع السيارة أو الدراجة رياضية. بتنضاف 50% زيادة على قسط التأمين لما يجدد التأمين ماله ويكون عليه حادث من قبل. بتنضاف قيمة 100% على قيمة القسط لما يجدد ويكون عليه حادث سابق لكن أدى إلى وفاة أو إصابات جسمية في الشخص المتضرر. زين، خلينا نشوف هذه الملاحظات شلون يجيبونها في السؤال ونحل المثال اللي عندنا. احسب قسط تأمين الطرف الثالث، حدد لي في السؤال انه هو طرف ثالث لسيارة تعليم سياقة، فنوع المركبة هي سيارة تعليم سياقة. سعة المحرك مالها 2200 سي سي، ومعطيني هني ملاحظة ان عمر مالك السيارة او سائق السيارة 24 سنة. أي حين أخذ المعطيات اللي عندي في ذي السؤال وأحاول أني أحل المسألة. أول شيء قال لنا سيارة تعليم سياقة وسعة المحرك مالها 2200 سي سي. أي استخرج القسط من الجدول بيكون 73 دينار. إنزين، فأني حق الخطوة الأولى نستخرج قيمة القسط السنوي من الجدول، قلنا هي سيارة تعليم سياقة وسعة المحرك 2200 سي سي، فالقسط يكون 73 دينار. إني الحين حق إضافة 25% لقسط التأمين اللي استخرجناه من الجدول. ليش؟ لأن عمر السائق أقل من 25 سنة، هذه الملاحظة اللي إحنا تكلمنا عليها في البداية. فأي حين آخذ قسط التأمين اللي استخرجناه من الجدول 73 دينار، استخرجنا هذه القيمة من الجدول وأضربها في 25 على 100 اللي هي 25%، واستخرج القيمة اللي هي الإضافية اللي بتنضاف على قسط التأمين اللي هي 18 دينار و250 فلس. في الخطوة الأخيرة خلاص حين أي أطلع أو أستخرج مجموع القسط السنوي للسيارة، باخذ 73 دينار بجمعها مع الإضافة مالت العمر اللي هو 25% زيادة على القسط، بيطلع عندي 91 دينار و250 فلس. ناخذ مثال ثاني، نفس الشيء نفس الملاحظة اللي عندنا، لكن راح نتكلم عن 50% الإضافية اللي بتنضاف إذا كانت السيارة أو الدراجة اللي يستخدمها السائق نوعها رياضية. فعندنا هني احسب قسط التأمين للطرف الثالث لسيارة رياضية، سعة محركها 3650 سي سي وعمر مالك السيارة 20 سنة. فأنا هني عندي في المسألة ملاحظتين، أول ملاحظة أن هي السيارة رياضية، ثاني ملاحظة أن عمر مالك السيارة أقل من 25 سنة. فباي أول شيء بستخرج من الجدول اللي عندنا قيمة القسط السنوي، لكن ألاحظ أن أنا ما عندي هني سيارة رياضية. السيارة الرياضية هي أصلا سيارة خاصة لكن نوعها رياضية، فراح أعتمد على نوع المركبة هني اللي هي السيارة الخاصة، وعقب أضيف ملاحظة أن هي سيارة رياضية. فأي هني بختار سيارة رياضية وسعة المحرك 3650 بيكون في ذي الخانة، يكون القسط اللي عندي 71 دينار. فأول شيء نستخرج قيمة القسط السنوي من الجدول اللي هو استخرجناه كان 71 دينار. الخطوة الثانية إضافة 50% لقسط التأمين لأن السيارة رياضية، طبعا هاي الملاحظة اللي احنا تكلمنا عنها هني، فراح أزيد على القسط زيادة 50% لأن السيارة اللي قاعد يستخدمها نوعها رياضية. فباخذ القسط اللي عندي استخرجناه 71 دينار من الجدول واضربها في 50% بيطلع لي 35 دينار ونص، هذه الزيادة اللي راح أزيدها على قسط التأمين اللي طلعناه من الجدول. بعدين عندي الملاحظة الثانية إضافة 25%
حق قسط التأمين، لأن عمر السائق أقل من 25 سنة، نفس ما قلنا عمر السائق 20 سنة، فبعد بنحتسب عليهم زيادة 25% لأن عمره أقل من 25 سنة، فبرد أخذ مرة ثانية قيمة القسط اللي طلعته من الجدول في البداية اللي هو 71 دينار، هاي طلعنا من البداية من الجدول، وراح أضربه في 25% نسبة العمر اللي أقل من 25 سنة، بيطلع لي 17 دينار و750 فلس. آخر خطوة اللي هي الخطوة التجميعية، راح أطلع مجموع القسط السنوي للسيارة، راح أخذ 71 دينار أزيد عليها 35 دينار ونص وأزيد عليها 17 دينار و750 فلس، بيطلع لي المجموع كامل 124 دينار و250 فلس. فالقسط النهائي اللي بيدفعه سائق السيارة هو 124 دينار و250 فلس بالإضافات اللي ضفناها على القسط. أي حق الملاحظة نفسها، لكن راح نتكلم عن 50% عند التجديد لمن تسبب في حادث سابق. خلينا نشوف المثال اللي عندنا. احسب قسط التأمين الطرف الثالث لتجديد تأمين دراجة نارية. فأنا عندي نوع المركبة هني دراجة نارية ونوعها خاصة، سعة المحرك 350 سي سي، ومالكها تسبب في حادث سابق، لكنه ما ذكر لي أنه كان في وفيات لا سمح الله أو إصابات جسمية، بس قال لنا أنه هو تسبب في حادث سابق، ممكن أن تكون يعني ممكن يكون حادث بسيط. فاي حين استخرج قيمة القسط من الجدول، باي عند جهة الدراجات النارية، نوعها خاصة، سعة المحرك 350 سي سي، بيكون في هذه الخانة، فبيكون عندي القسط 70 دينار. فباي بسجل أول خطوة اللي هو استخراج قيمة القسط السنوي من الجدول، طلعناه 70 دينار. أي حق الخطوة الثانية اللي هي إضافة 50% لقسط التأمين لأن السائق عليه حادث من قبل، فبيطلع لنا الحسبة 70 دينار اللي استخرجناها من الجدول بضربها في 50%، بيطلع لي 35 دينار إضافية على القسط السنوي مال السائق. في النهاية الخطوة التجميعية بجمع القسط النهائي للدراجة، بقول 70 دينار زائد 35 دينار بيطلع لي القسط النهائي اللي بيدفع السائق هو 105 دينار. نتكلم الحين عن نفس الخانة أو نفس الملاحظة، بس آخر واحدة اللي هي 100% زيادة على القسط السنوي لما يكون عنده حادث سابق أدى إلى وفاة أو إصابات جسمية. فحاطين لنا هني في السؤال احسب قسط التأمين للطرف الثالث لتجديد تأمين بعد دراجة نارية لكن نوعها عامة، سعة المحرك 250 سي سي، وكان مالكها تسبب في حادث سابق أدى إلى وفاة الشخص المتضرر. آي حين حق الجدول اللي عندنا هني، وأروح جهة المركبات الدراجة النارية العامة، عندنا هني سعة المحرك 250 سي سي، يعني بيكون القسط عندنا 69 دينار. فبسجل الخطوة الأولى، استخرجنا قيمة القسط من الجدول كان 69 دينار. الخطوة الثانية حنا بنضيف 100% زيادة على القسط لأنه هو تسبب في حادث أدى إلى وفاة، فبنضيف 100% زيادة على القسط ماله لأن أدى إلى وفاة، فبناخذ 69 اللي استخرجناها من الجدول وراح أضربها في 100 على 100 اللي هي 100%، فبيطلع لنا بالضبط 69 دينار زيادة فوق القسط اللي استخرجناه في البداية. بجمع القسط النهائي اللي بيدفعه صاحب الدراجة، بيطلع لنا 138 دينار. إني حق الملاحظة الثانية اللي هي إضافة مبلغ 3 دينار عن كل مقعد من مقاعد الحافلات عدا السائق، يعني نحسب في الحافلات عن كل مقعد 3 دينار ما عدا السائق ما نحسبه. خلينا نشوف شلون بنطبقه هاي في سؤال. احسب قسط التأمين الطرف الثالث
لحافلة عامة. الحافلة نوع المركبة حافلة عامة، سعة المحرك مالها 3670 سي سي، عدد المقاعد مع السائق 12 مقعد. طبعا احنا قلنا الملاحظة ان نحسب عن كل مقعد ما عدا السائق، فإذا كان عدد المقاعد 12 مع السائق يعني المقاعد اللي أبي أحسبها أنا عددها 11. إنزين، آية حنا نشوف الخطوات مالت الحل. في البداية بستخرج قيمة القسط من الجدول، أروح حق جهة الحافلات العامة، سعة المحرك 3070 فهو بنكون في ذي الخانة اللي هو قيمة القسط استخرجناه من الجدول وكانت قيمته 112 دينار. الخطوة الثانية بنحتسب حين السعر الإضافي حق المقاعد، فبناخذ عدد المقاعد بدون السائق اللي هما 11 مقعد بنضربهم في 3 دينار بيطلع لنا 33 دينار. آخر خطوة اللي هي التجميعية، باخذ القسط الأصلي اللي طلعناه وبجمعه مع 33 دينار بيطلع لي 145 دينار القسط السنوي. نروح حق الملاحظة اللي عقب، يخصم. آية حق كلمة يخصم، الملاحظتين اللي قبل كان كله يضاف يضاف، أما كلمة يخصم معناته شيء قاعدة نقصة، فالعلامة اللي هني بتكون نقصان في القسط اللي قاعد يحتسب على السائق، لأن هني عندي خصم. خصم مكافأة عدم الحوادث، كأنها يعني كأنها مكافأة أو تخفيض يصير للقسط لأن السائق التزم ولم يتسبب في أي حادث، فكأن شركة التأمين تقدم له مكافأة عدم حوادث بخصم مبلغ معين أو نسبة معينة من القسط مكافأة له على عدم ارتكابه حوادث، لكن راح تكون لها حسبة معينة أو نسب معينة. يحتسبون 5% ينقصون من القسط السنوي بمعدل 5% بعد السنة الأولى اللي هو للسنة الثانية. يخصم 10% من القسط السنوي بعد سنتين اللي هو للسنة الثالثة. يخصم 15% من القسط السنوي بعد 3 سنوات اللي هو للسنة الرابعة. ويخصم 20% من قيمة القسط بعد السنة الرابعة فأكثر اللي هو للسنة الخامسة وأكثر. إنزين، نشوف المسألة اللي عندنا ونطالع طريقة حلها. احسب قسط تأمين الطرف الثالث، حدد لنا أن نوع التأمين طرف ثالث لتجديد تأمين حافلة، فنوع المركبة هنا في المسألة هي حافلة للسنة الثانية، فبنكون في هاي المكان للسنة الثانية اللي هو بعد السنة الأولى النسبة اللي عندي 5% بدون حوادث، سعة محرك الحافلة 3800 سي سي وفيها 16 مقعد بدون السائق، فنحط بالنا أن ناخذ 16 كاملة لأنه معطينا إياها بدون السائق. فأول خطوة مثل ما تعودنا نستخرج قيمة القسط السنوي من الجدول. آية حق الجدول، أنا عندي حافلة وسعة المحرك مالها 3800 فبيكون القسط من الجدول اللي استخرجناه 112 دينار. آية حق الملاحظة الثانية، خصم 5% وحط هني ناقص علشان ما أنسى في النهاية أن أنا أطرح قيمة 5% من القسط النهائي، فخصم 5% من قيمة القسط لأن عنده مكافأة عدم حوادث للتجديد أو عند التجديد للسنة الثانية اللي هو بعد السنة الأولى اللي هي 5%، فبناخذ قيمة القسط اللي طلعنا اللي هو 112 دينار ونضربه في 5%، فالسائق راح يحصل على تخفيض قدره 5 دينار و600 فلس. الخطوة اللي عقب احتساب مبلغ المقاعد، مقاعد الحافلة بدون السائق عددها 16 مقعد أضربها في 3 دينار فبيطلع لي المبلغ 48 دينار. طبعا هاي بتكون إضافية فوق قسط التأمين السنوي اللي استخرجناه من الجدول. آية حين في الخطوة الأخيرة، مجموع القسط السنوي، هاي خطوة تجميعية، راح نجمع 112 دينار ونطرح منها 5 دينار و600 لأن عندي خصم،
واجمعها مع 48 دينار بحصل في النهاية على قيمة القسط اللي هو 154 دينار و400 فلس. ناخذ مثال على ملاحظة ثانية. الملاحظة اللي عندنا بعد إضافة مزايا، فهي بعد شيء إضافة على قسط التأمين، أشياء إضافية بتنضاف على القسط لما طالب التأمين يطلب مزايا على خدمة التأمين مالته. مثلا لما يطلب الخدمة على الطريق اللي هي السحب أو رفع المركبة، تبديل الإطارات الفارغة من الهواء أو المساعدة عند نفاذ الوقود أو عند قفل المركبة المؤمنة مع ترك المفتاح في الداخل، هذه الخدمات إذا بغاها يدفع عليها زيادة 10 دينار في قيمة أو من مجموع القسط النهائي تنضاف له 10 دينار. أو إذا بغى ميزة السيارة البديلة بيدفع 20 دينار عند توفير سيارة بديلة خلال فترة التصليح، لما مثلا تتعطل سيارته ويطلب يعني مركبة بديلة خلال هذه الفترة لازم يدفع إضافة على قسط التأمين 20 دينار. ناخذ المثال اللي عندنا ونشوف طريقة تطبيقنا لهذه الملاحظة في السؤال. في المثال قايلين لنا احسب قسط تجديد الطرف الثالث، فنوع التأمين هنا طرف ثالث، لسيارة أجرة، فنوع المركبة هي سيارة أجرة بدون حوادث، سعة المحرك 2200 سي سي، طلب مالكها ميزة السيارة البديلة خلال فترة التصليح. فأول شيء آي حق الجدول واروح حق سيارات الأجرة اللي هو عندنا هذه الخانة، سعة المحرك مالها 2200 سي سي بيكون 97 دينار، فأسجل حين القسط من الجدول اللي استخرجناه وهو 97 دينار. بعدين إضافة ميزة المركبة البديلة عند التصليح اللي طلبها السائق، وقلنا احنا من الملاحظات هي قيمتها ثابتة اللي هي 20 دينار. فآخر شيء عندي هنا الخطوة التجميعية، بجمع القسط النهائي اللي بيدفع صاحب السيارة 97 دينار اللي استخرجناه من الجدول زائد 20 دينار ميزة المركبة البديلة، بيطلع عندي القسط النهائي 117 دينار. الحين راح نتعلم طريقة احتساب أقساط التأمين للمركبات، بس نوع التأمين يكون تأمين شامل. احنا من شوي خلصنا تأمين الطرف الثالث، والحين راح نتكلم عن التأمين الشامل. بنستخدم نفس الجدول اللي استخدمناه حق حساب أقساط الطرف الثالث، لكن راح نضيف عليه التأمين الشامل. اني حق الملاحظة اللي عندنا هني، طبعا هاي الملاحظة موجودة اوريدي في صفحة 59 تحت الجدول اللي احنا قاعدين نشتغل عليه، لكن هاي الملاحظة خاصة حق التأمين الشامل. هاي الملاحظة لا تطبق على المسائل اللي فيها طرف ثالث، فقط للمسائل اللي يطلب منكم تأمين شامل. فعندك في الملاحظة وعندكم في الملاحظة يضاف، يعني هاي بتنحسب قيمة إضافية فوق القسط اللي انطلع من الجدول بنسبة 1%. طبعا هاي القيمة الإضافية تحتسب عن التأمين الشامل بنسبة 1% إلى 3%. هذه النسبة لازم تذكر في السؤال، بدون هذه النسبة ما نقدر نحل السؤال اللي يعطونا إياه. فهي تكون النسبة بين 1% إلى 3% من قيمة السيارة. طبعا تحتسب هذه القيمة من قيمة السيارة، فأنا عندي معطيين لازم يعطوني إياه في السؤال علشان أقدر أطلع قيمة التأمين الشامل. أول شيء نسبة التأمين الشامل، ثاني نسبة أو ثاني قيمة أحتاجها هي قيمة السيارة، لازم يعطوني إياها في السؤال. هذين القيمتين مع بعض أقدر أحل بهم التأمين الشامل. طبعا قيمة السيارة أو تحتسب نسبة التأمين الشامل حسب نوع السيارة أو سنة الصنع، هاي طبعا من شركات التأمين هم اللي حددونه، ويعطون هنا إضافة تغطية عن الحوادث الشخصية التي تصيب سائق السيارة المؤمنة تأمينا شاملا، يضاف للقسط مبلغ 20 دينار. طبعا السائق إذا بغى أن أي إصابة تصيده هو لما يسوي الحادث، يبي ان شركة التأمين تغطي بعد هذه الإصابات، لازم يدفع زيادة 20%
فوق مبلغ التأمين الشامل، علشان شركة التأمين تتحمل أي إصابات أو علاج أي إصابات يتعرض لها السائق أثناء وقوع الحادث. أي حق السؤال، ونحاول في ذي السؤال نتعلم طريقة احتساب أقساط التأمين الشامل للمركبات. عندنا سيارة تعليم سياقة، فنوع السيارة هي سيارة تعليم سياقة، سعة المحرك 3900 سي سي، قيمة السيارة 5000 دينار، وتحسب شركة التأمين الشامل بنسبة 1.5%، فنسبة التأمين الشامل هي 1.5% من قيمة السيارة. طبعا لازم أنتبه أن أنا قاعدة أحسب 1.5% من قيمة السيارة نفسها. إذا كان مالكها يرغب في إضافة بعد يبي ميزة إضافية اللي هي خدمة الطريق، فأي في البداية استخدم الجدول، نفس الجدول اللي احنا استخدمناه حق الطرف الثالث، لأن التأمين الشامل هو عبارة عن تأمين طرف ثالث زائد التأمين الشامل. فأول شيء بطلع قيمة التأمين الطرف الثالث من الجدول. أنا عندي سيارة تعليم سياقة، سعة المحرك 3900 سي سي، فبيكون القسط اللي عندي 88 دينار. بعدين نحتسب الحين قيمة التأمين الشامل. بحتاج حق قيمة أو احتساب قيمة التأمين الشامل أو قسط التأمين الشامل إلى قيمتين: نسبة التأمين الشامل وقيمة السيارة اللي هو بتكون بالدينار. قيمة السيارة أي حق المسألة اللي عندي، معطيني هني قيمة السيارة ومعطيني نسبة التأمين اللي هي 1.5%. فباي الحين باخذ قيمة السيارة 5000 دينار بضربها في 1.5%، بيطلع عندي المبلغ مال احتساب قسط التأمين الشامل هي 75 دينار. طبعا هاي بتكون إضافية فوق قيمة القسط اللي طلعناه من الجدول. بعدين احنا قلنا الراكب أو السائق رغب في إضافة خدمة الطريق، فبنحتسب له هني إضافة بعد اللي هي خدمة الطريق اللي هو مبلغها 10 دينار وهي ثابتة. آخر خطوة عندنا بنجمع هني إجمالي القسط الشامل اللي هو القسط طرف الثالث زائد قسط التأمين الشامل وزيادة عليه ميزة خدمة الطريق، فبيطلع عندي مجموع القسط النهائي اللي بيدفعه صاحب السيارة 173 دينار. ناخذ معد مثال نفس الملاحظة اللي عندنا من قبل. عندنا هني نسبة التأمين 1% إلى 3% حق التأمين الشامل من قيمة السيارة، وبنشوف المثال اللي عندنا. احسب قيمة قسط التأمين الشامل لحافلة عامة، فنوع المركبة هي حافلة عامة، سعة المحرك 4000 سي سي، فبيكون عندي في هاي الخانة قيمة القسط 112 دينار. عدد مقاعد الحافلة 25 مقعد مع السائق، فأنا اللي أبي عدد المقاعد هو 24 مقعد بدون السائق لأن السائق لا يحتسب. فعدد المقاعد اللي أنا راح أستخدمه في الحساب 24 مقعد. سعر هذه الحافلة 18000 دينار. يرغب المالك أو مالك الحافلة بإضافة ميزة الخدمات على الطريق اللي هي 10 دينار، وتوفير المركبة البديلة خلال فترة التصليح اللي هي 20 دينار، علما بأن شركة التأمين تحتسب 2% للتأمين الشامل. فأبتدي الحين الخطوات بالترتيب مثل ما تعودنا في الحل. أول خطوة نستخرج من الجدول قيمة القسط السنوي، قلنا هي حافلة عامة وقلنا سعة المحرك 4000 سي سي، فبيكون القسط اللي عندنا 112 دينار. بعدين بنحتسب مبلغ مقاعد الحافلة، وننتبه أنه هو بدون السائق. هني معطينا في السؤال 25 مقعد مع السائق، فأنا راح أستخدم 24 مقعد بس بدون السائق وأضربهم في 3 دينار، بيطلع عندي 72 دينار. طبعا هاي بتكون إضافية فوق القسط المحتسب. بعدين بنحتسب قسط التأمين الشامل من قيمة الحافلة، فأنا انتبه أن أنا قاعدة أستخدم قيمة الحافلة، فأي أخذ من المسألة
ما اعطتش المعطيات، ما اعطينا المعطيات اللي هي قيمه الحافله 18000 دينار ونسبه التامين الشامل 2%، اضربهم في بعض بيطلع لنا قيمه القسط للتامين الشامل 360 دينار. السائق رغب في إضافة ميزة خدمة الطريق وقلنا هاي ثابتة 10 دينار، وأيضا رغب في إضافة ميزة المركبة البديلة أثناء التصليح اللي هي بتكون ثابتة 20 دينار. آخر خطوة اللي هي التجميعية، إجمالي القسط الشامل للحافلة بنحتسب 112 دينار زائد 72 دينار زائد 360 دينار زائد 10 دينار زائد 20 دينار حق المركبة البديلة، بيطلع عندي القسط كامل 574 دينار. شكرا لحسن استماعكم أعزائي الطلبة، وصلنا لنهاية الدرس. أتمنى أن تزورون موقع وزارة التربية والتعليم للاطلاع على المحتوى الرقمي لدرسنا لليوم، وأتمنى منكم تحلون مسائل زيادة في البيت وتتواصلون مع مدرسينكم للتصحيح ولإجابة أي استفسار عندكم.